من 2012، وتحديدا من لما شركة كابكوم أدمت لنا الجزء الأول من لعبة دراجون أوف دوغما، وأنا عم دور وانتظر الجزء الثاني من هاي التجربة، لأن الجزء الأول قدر قدم لي تجربة لا تنسى وذكريات حلوة حفرت بالذاكرة. وبعد مرور العديد من السنوات وأنا عم دور على الجزء الثاني من دراجون أوف دوغما، وبعد مرور 10 سنين على إصدار الجزء الأول من دراجون أوف دوغما، تم الإعلان بال 2022 عن الجزء الثاني من سلسلة دراجون أوف دوغما، ووعود القائمين على هاي اللعبة من شركة كابكوم بأنه عالم اللعبة رح يكون أضخم ب4 مرات من الجزء الأول، ورح تقدم اللعبة تجربة فريدة من نوعها للاعبين. فموضوع حلقة اليوم يا أصدقائي هو مراجعة دراجون أوف دوغما الجزء الثاني. إذا أنت يا صديقي الكريم ما لك مشترك بالقناة وأول مرة عم تشوفني، فيا ريت تتكرم بالاشتراك بالقناة، تفعل جرس التنبيهات لتوصلك كل جديد. وهلأ خلونا نربط الأحزمة وننطلق لمراجعة لعبة دراجون أوف دوغما الجزء الثاني. أنا محمد من قناة جيم إنسبكتور، وخلونا نبدأ. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn all you can of this world you must protect. والبداية رح تكون مع قصة اللعبة. قصة اللعبة هي تكملة إلى حد كتير كبير لقصة الجزء الأول، ولكن يا صديقي الكريم إذا أنت منك لعبان الجزء الأول فمن المشكلة، لأن هني عم يشرحوا بالجزء الثاني بطريقة مبسطة جدا جدا القصة، والقصة كلها بتدور حول نقطتين أساسيتين أو مملكتين أساسيتين. المملكة الأولى اسمها مملكة فيرموند، وهي مملكة عائدة تقريبا للبشر بيحكمها التنين المستنير. وهذا التنين في حال غيابه، وهو لقصة معينة أنا بدي أحرقها على اللاعبين، بيحكمها البشر وانت رح تكون واحد منهم. والمملكة الثانية هي مملكة باتل يلي بيحكموها الوحوش، وهدول عندهم عقيدة انه المستنيرين والبيادق هن الناس بتجيب الحظ وسوء الحظ. فهان انت بتلاقي حالك كلاعب عم يمشي مع احداث القصة في صراع بين مملكتين، ما فيني اقول عن هيدي خير 100% ولا فيني اقول عن هديك شر 100%. هاد الشي بترك لك اياه يا صديق الكريم انك انت تعيشه وتقرر بناء على الاحداث اللي حتصير معك، واللي هي كتير كتير باللعبة، انت باي صف رح تميل. رح تميل الى مملكة الوحوش اللي عندهم نظرة معينة ويمكن تلاقيهم على حق فيها بحد كبير، او مملكة البشر اللي هي مملكة فيرموند ورح تساعدهم تتعاون. اجمالا اللعبة بتسلسل احداثها وترابطها محبوكة بطريقة درامية حلوة جدا، والقصة عميقة كتير 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 ومتعوب عليها ومشغول على الحوارات اللي موجودة فيها. فانت رح تكون بنفس الوقت عم تلعب الجيم بلاي حلو، وبنفس الوقت عم تلعب قصة مرتبة. وبقدر اني اقول لك يا صديقي الكريم واضمن لك انه قصة اللعبة لا تقل عن اي لعبة قصتها حلوة، بالعكس من اجمل قصص الالعاب يلي موجودة او يلي ممكن تلعبها. وبصراحة اذا انت من الناس اللي بيحبوا الالعاب مثلي انا اللي فيها ستوري وفيها عمق بالقصة وفيها كتير اخبار العلاقة متعلقة بالقصة وترابط شخصيات محبوك، فهي واحدة من اهم الالعاب يلي ممكن تلعبها فقط من اجل القصة. وطبعا بالاضافة الى الجيم بلاي الممتع اللي رح نحكي عنه هلأ بسياق الفيديو وبالقسم الثاني. ولكن انا برجع بقول لك انه قصة اللعبة هي من اجمل قصص الالعاب، وبأكد لك انه هي واحدة من اهم قصص الالعاب يلي ممكن تلعبها. وجدير بالذكر يا اصدقائي انه قصة اللعبة بتستغرق بس كمهمات رئيسية ما بين 40 الى 50 ساعة لعب، وهذا معدل انه احنا انا بالنسبة لي ممكن ما نلاقيه بالعاب ضخمة، انه 40 الى 50 ساعة لعب من المهمات الرئيسية. والمتعة الأكبر أنك لما بتلعب المهمات الجانبية، لأن أيضاً أنك تأخذ المهمات الجانبية وتتعرف على عالم اللعبة وشخصيات جديدة باللعبة، صدقني يا صديقي الكريم أنه هذا الشيء حيضيف لك متعة زائدة للمتعة، لأن المهمات الجانبية على كثرتها رح تكون أيضاً فيها جانب ممتع ومليء لعمق القصة ودخول بعض المحاور الجديدة على هالقصة.
فأنا بنصحك يا صديقي إذا أنت حابب إنك تجرب الجزء الثاني من دراجون أوف دوغما وتتعمق بالقصة، ما بس إنك تركز على المهمات الأساسية، إنما تركيزك يكون أيضا وإن ما كان 100% فليكن 50 إلى 60% على المهمات الجانبية، لأن رح تحصل كتير على فوائد من غير القصة اللي هي الإكسبيرينس وإنك تقدر تلفل وهالأمور. ومشكورين شركة كابكوم لأنه كمان بموضوع تخصيص الشخصية، فتخصيص شخصيتك بلعبة دراجون اوف دوغما أمر كتير 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 مكتب، وحتى انت عم تخصص هاي الشخصية بتقدر تهتم بكل التفاصيل اللي موجودين فيها. وهدول هون احنا هون انا بوقف وقفة شكر لشركة كابكوم انه قدمت هالتنوع الخبرة بتصميم الشخصية، يعني لدرجة يا صديقي الكريم انه انت قادر تصمم شخصية تشبهك الى حد كتير كبير، وانك يعني متروك المجال والمساحة الكافية والوافية انك تعمل تبدع انت بتصميم الشخصية اللي انت عم تلعب فيها. حتى لو كنت بدك تصمم نفسك يمكن هالشي يستغرق ساعات، ولكن صدقني هالساعات اللي انت عم تستغرقها تفتح المجال لابداعك هي ساعات من المتعة، ساعات من الفرح، ساعات يعني أنا بعتبرها من أجمل ساعات الحياة اللي ممكن الإنسان يعيشها. ونحن خاصة أنا بحكي على مجتمع الجيمينج والناس المهتمة بألعاب الار بي جي مثلي أنا، فهذا الشيء أنا بعتبره أحد النقاط الإيجابية جدا إضافة إلى القصة، هي موضوع تصميم الشخصية بهالميز وهالأداء وهالأوبشن، يعني هالخيارات اللي نحن معنا ان نقدر نعملها بتصميم الشخصية. دراجون اوف دوغما مثل اي لعبة ار بي جي، بالبداية بتسمح لك بانك تختار اربع تخصصات او اربع فئات اساسية: اللص والمقاتل، رامي السهام والمشعوذ، وكل فئة لها عناصر القوة وايجابياتها ونقاط الضعف، ولها عناصر السيئة يعني ونقاط القوة ونقاط الضعف. وكمان في انه الهجوم البعيد المدى بيعود للمشعوذ ورامي السهام، والهجوم القتالي يعني قريب المدى هو بيعود لللص والمقاتل. وانت هون حسب انت كيف يا صديقي الكريم بتحب انك تلعب. انا بالنسبة لي بحب الهجوم القريب، فبختار اما اللص واما المقاتل. انا ماني عم فضل فئة على فئة، ولكن انا اسلوب اللعب تبعي هو اسلوب هجومي، فمشان هيك انا بفضل انه يكون كمهاجم. ولكن انا بقول لك اذا انت بدك تجرب اللعبه فانت بتجربها بناء على خيارك الشخصي واختياراتك انت لوضعياتك الهجوم اللي لها علاقه به ومتعلقه بناء على هذا الالعاب. لانه اساسا بعيد المدى كمان انت ممكن تضرب ضربات بعيده المدى تقود باغت الخصوم بهجوم قبل ما هن يحسوا عليك، وهي احد النقاط الايجابيه جدا للناس اللي بتلعب باسلوب بعيد المدى. وهذا الشيء بيرجع لك يا صديقي لك انت بناء على اسلوب لعبك انت. وانا هون ما بقدر اقول لك انه هذا افضل وهذا اسوأ، بالعكس كل شيء كل شغله لها ميزاتها ولها حسناتها ولها سيئاتها ولها عيوبها. ولكن الجميل بالموضوع يا صديقي الكريم انه اصلا هاي التخصصات انت ممكن تدمج بيناتها، ولكن هذا مش من بداية اللعبة، هذا بعد ما انك تمضي ساعات وتفتح مهارات خاصة وتقدر توصل هالمهارات لتقدر تربطها ببعض البعض. وهذا الشيء ممكن تقدر تعمله بس لتوصل على نقطة اسمها رابطة الحرف، تقدر تغير او تزيد تخصصات على اعتادك. وانا بنصحك وبشد انك تعمل مهمات جانبية تستكشف العالم لتقوية المهارات اللي عندك، لانه كل ما كنت قوي وصلت هالمهارات للماكسيموم كل ما تكون اللعبة بالنسبة لك اهين واسرع انك تتخلص من الوحوش الكبيرة. لانه اذا بدنا نمشي على مبدأ انه ما بدنا نتطور، او ان احنا بنعرف العاب الار بي جي ما بدي اطور، ما بدي رق الشخصية، ما بدي اطور حركاتي، ما بدي اعمل اي تطور، واني بس امشي بسيناريو خطي زمني واحد او باتجاه واحد، فالموضوع رح يكون كلعب وكجيم بلاي اصعب. بينما اذا انا بدي اروح باتجاه انه انا بدي رقي وبدي اطور الحركات، فانا بقول لك يا صديقي مع المهمات الجانبية واستكشاف العالم اللعبة رح تمد معك. انا قلت اللعبة بتاخد كمهمات رئيسية بين 40 ل 50 ساعة، فأنا بضمن لك إنه اللعبة بتمد معك بين 80 إلى 100 ساعة لعب، وهذا رقم كتير مبالغ فيه،
ولكن بنفس الوقت هاي المبالغة هي مبالغة جدا ممتعة وجدا ممتازة. وأنا بالنسبة لي إنه بتلعب 100 ساعة لعب من المتعة وليس من الملل. وهون نقطة القوة بدراجون أوف دوغما، إنه هي عم تقدم لي 100 ساعة لعب، وممكن تتخطى 100 ساعة لعب وأنا مستمتع. ما في عندي دقيقة مل فيها، ما في دقيقة حسيت إنه الأمور عم تتكرر، بالعكس عالم مليان، بالعكس اللعبة عم تقدم لي عالم مليان، عم تقدم لي جيم بلاي حلو وممتع، عم تقدم لي مغامرة استثنائية ساحرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وهلأ أصدقائي رح نشوف هيك شوي الجرافيك والرسومات ورح نحكي شوي عن هذا الموضوع، فخلوكم معي بالفقرة الثانية. الجرافيك والرسوم باللعبة بصراحة ما هو أفضل شيء شفناه، بالعكس أنا كنت متوقع أنه جرافيك اللعبة والرسومات الموجودين فيها تكون أفضل من هيك بشوي، وخاصة أنه أنا حسيت الرسوم ترجع يعني ممكن نقول عن البلاي ستيشن 3 أو البلاي ستيشن 4. ولكن هذا من عيب يعني بقدر دين فيه هاي اللعبة الضخمة جدا، ولكن فعلا أنا كنت أفضل أني أشوف رسوم أدق من هيك، وأني أقدر أشوف يعني شخصيات وكاركترات أقرب إلى ما يتماشى مع الجيل الحالي. أنا عم شوف مستوى من الرسوم والأداء والحركة مشابه إلى حد كبير للبلايستيشن 3 والبلايستيشن 4 بصراحة، ما انتقاص من دور بلايستيشن 4، ولكن أنا عم بحكي على مستوى الرسوم اللي أنا كنت أفضل أني أشوفه أفضل من هيك بكتير وبمراحل متعددة. فإذا بدي أعتبر النقطة سلبية او احد النقاط السلبية يلي موجودة بالجزء الثاني من دراجون اوف دوغما هي الرسوم والجرافيك اللي انا كنت متوقع انه يكون افضل من هيك بكتير، وبتوقع انه هاي هي النقطة السلبية الوحيدة يلي موجودة بلعبتنا. الخلاصة، دراجون اوف دوغما لعبة عالية ومن العيار الثقيل جدا 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 جدا، قدرت قدمت قصة ممتعة جدا وقدرت تقدم جيم بلاي حلو وجميل جدا وعالم خلاب وكتير كبير بمهمات أساسية وجانبية كتير حلوة، وتقديم أكثر من 100 ساعة لعب من المتعة من دون ملل أو كلل. لعبة كقصة وكجيم بلاي برأيي أنا وبهالسنه تعتبر أنه واحدة من أهم الألعاب اللي تقدمت بسنة 2024 من دون منازع ومن دون مبالغة. وتسعر $70 وإن كنت بشوفه أنه ظالم، ولكن أنا بعتبره منطقي أنه أنا عم مدفع $70 ولكن أنا عم ملعب أكثر من 100 ساعة لعب من المتعة، أكثر من 100 ساعة لعب من الجمال، أكثر من 100 ساعة لعب من الإثارة، أكثر من 100 ساعة لعب بجيم بلاي حلو وممتع ومتعوب عليه، قصة محبوكة بكل جوانبها، سواء رحت باتجاه المهمات الأساسية سواء رحت باتجاه المهمات الجانبية. كيف ما برمت اللعبة فاللعبة راح تعطيك متعة حقيقية، بصرف النظر عن أسلوب اللعب اللي انت اخترته سواء المقاتل أو اللص أو المشعوذ أو رامي السهام، فانت راح تلعب بجيم بلاي حلو ممتع بكيف ما برمت فيه، مع تجربة ما فيني اقول ان عنا سهلة، ولكن ما بقدر اني اقول عنا صعبة او مستحيل مثل العاب السولز سيكيرو وغيره من العناوين. فكل هاي النقاط اذا بدي اجمعها مجموعة مع بعضها مع المتعة اللي قدمت لي اياها، فدراجون اوف دوغما بتستاهل التقييم الكامل 10 من 10، لانه فعلا قدرت تقدم ما لم تستطع تقديمه عناوين كتير كبيره غير دراجون اوف دوغما. وانا بنصحك وبشده يا صديقي اذا بعد ما جربت دراجون اوف دوغما خليها وحده من الالعاب اللي بدك تجربها، اذا ما هيدي السنه على الاكيد السنه اللي جايه جربها، لان اللعبه تستحق التجربه. واذا بتكون يا اصدقائي اعمل جيم بلاي بحلقات خاصه العلاقه بدراجون اوف دوغما، فيا ريت تكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. وانا لهون بدي اوصل لنهايه الحلقه، من هون لوقت فيديو جديد مراجعه جديده، دمتم في امان الله. وقبل ما اختم يا صديقي، اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي لايك وتعمل تعليق بسيط يكون حلو مثل حكايتك، وتنشر هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء. من هون لوقت فيديو جديد مراجعه جديده، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.